ده هذا كونفكس، ده لينير، وده ترانس فاجينال. ده عنده لو فريكونسي وده هاي فريكونسي. ده للديب اورجانز وده للسوبرفيشال اورجانز. اجين تو اول ديكشر ده للفاجينال او للريكتم. بالنسبه للاوبس الاوبس الجينيكولوجي تو اجين كومبنسيشن ماست بي دايجونال كده. How deep are working to Kira? طبعا هو عشان يعمل عمل ياخذ زمن معه. سيتنج. تكست ليفت رايت كده اللي هو تعمل ماركر. اللي هنا النقطة دي هي الأهم اللي هي البيشن داتا. هنا هسه على النقطة اللي هي. عشان تشتغل عليها. كيف تدخل البيشن داتا؟ أيوه هي شاشتين موصلات مع بعض يعني الاثنين. موصله لانه في التكنيك بيحتاج يعني يكون في طلبه هناك وطلبه هناك على حسب التكنيك يعني نشوف الصور. اللي هو كده الجهاز بتاعنا هو كده جاهز. فاول خطوه بتعملها البيشن داتا. خلي بالك لاحظ هذا النوع ايوه شفتها تكتب البيانات ايوه بيانات المريض بديك هذه الغايه اللي هي موجوده عندكم يعني بذاتها طوالي تبدا بالبيشن اي دي تخط الفار هنا وتدوس فين الفار انتر تحطها هنا في البيشن اي دي فين ايوه تبدا هنا البيشن اي دي مثلا اللي هو مثلا اللي هو ارقام معينه اي رقم نعم واضح اي رقم فلسطين تجي ليه اللاست نيم هنا تحط هنا تقول انتر اللاست نيم مثلا اسمه مثلا شيبة ها مثلا مثلا محمد مثلا مثلا او اتش محمد خلصت تجي لي الفيرست نيم تحط هنا هذه ماوس يا دكتور صح؟ ايوه ماوس ايوه اللي هو تراك بورد ماوس تحط هنا زين بريس للناس لللاست نيم ممكن يكون مثلا علي مثلا علي اللاست نيم طيب تيجي الديت تحط هنا انتر الديت مثلا يوم اثنين اثنين مثلا الشهر شهري مثلا خمسة هنا عندك مثلا السنة قول مثلا 2016 تركتها تفوق ها؟ تركتها تفوق؟ معليش أنا قلت هنا عكس السنة شهر اليوم أيوة عكس عكس المهم يعني هو هو ما يعكس أي تكتب عليه أنت وكتابة صحيحة لاحظ هنا عندك ال السكس السكس مثلا هنا في الميل هنا ميل وهنا معارف الهايت اللي هو طول المريض وهنا وزن المريض تدخله هذه لازم ما ما يعني ما لازم وعندك هنا شنو الهيستوري تدخل الهيستوري مثلا عنده مثلا تروما عنده مثلا سي اي عنده كذا هيستوري مهم تجي هنا الاوردرنج فيزيشن خلي بالك الاوردرنج فيزيشن اللي هو العضو المرض صوره لا طبيب اللي سأل. ايوه طبيب طلب الاوردر طلب الاختبار تكتب اسمه هنا السونوغرافا خلي بالك هنا سونوغرافا سونوغرافا هنا المقصود به منو؟ فين السونوغرافا؟ ها؟ انت ايوه انت ذاتك اسمك يكون موجود هنا هنا عندك البيربوس لاحظ؟ السبب سبب الفحص ايوه بيربوس اوف الترا ساوند سبب الفحص شنو مثلا عمليه تشخيص المهم يعني بعدها عندك الاكزامينيشن تايب هنا مثلا نعم تكتب الاكزامينيشن تايب ابدومين او ايوه عندك مثلا هنا الكي ويرد الكي ويرد دي اللي هو يعني كلمات مثلا هي نادره لكن استخدامها كثير مثلا زي كلمه فيزيولوجي كلمه باثولوجي كده عندك هنا الاكسسوارز اكسسوارز يعني هاو لا لا هنا هنا كاتب الاكسيشن اكسيشن يعني هاو از بيشنت ارايف تو ذا ديبارتمنت يعني هو ايوه على كرسي ايوه نقاله كرسي ماشي برجوله الاكسيشن
اللي هو طريقة الجبهة. عندك هنا البودي بارت إكزامينيشن مثلاً أبدأ من سباين كده. مش الفرق دكتور بين البودي بارت وبين الإكزام تايب؟ الإكزام تايب اللي هو ده بيختلف يعني يكون الجزء بسيط. يعني هنا ممكن البودي بارت ممكن تقول أبدأ من هنا الإكزام تايب هنا مثلاً تقول ليفر مثلاً أو كدني أو كده هي موجودة في لا يعني هذا تجسيد وهناك هنا نوع الفحص هنا اسم العضو تقريباً أيوة. الإيميج هنا صار الإيميج هل الإيميج هي التراساون عادية ولا دوبلر ولا كلر ولا كده النوع الإيميج خلصنا منها كلها تجي هنا تقول ليه أوكي شفته اسمه محمد علي وما عارف ده الاي دي المهم المعلومات اللي انت طبعتها بتطلع بعدين مع الصورة لما تعمل برينت انت للصورة هنا كل معلومات المريض بتطلع اسمه والسكس بتاعه والطول والوزن وكلها بتطلع. الخطوة الثالثة اللي بنعملها بنختار البروب. انا عندي ثلاثة بروبات انا بدوس بروب خلي بالك من الزر ده انا بدوس هنا بروب الداني الثلاثة بروبات الموجودة اللي هو عندك ده للأبدومين ده الكونفكس أبدومين للأوبستريكس أوبستريك بمعنى الولادة بنختار ده وعندك الداني ده للكاروتيد أرتري ده الثالث فأنت بتختار على حسب النوع الفحص أيوة مثلا أنا داير أعمل للأبدومين لو عندك فحص للكلى أي أخذ هنا وأقول لهم أنت كده الجهاز جاهز إلى أنك طوال تشيل الكونفكس اللي هو للأبدومين تخط المتنس الجل لازم يكون فيه التراساون جل يكون موجود هنا وموجود هنا تخطه في العضو وتعمل إسكاني طوال مجرد ما عملت إسكاني بتظهر لك الصورة بتاعت الأورجان اللي أنت عايزه هنا ممكن تتحكم فيه الكونتراست بتاعه تزيد وتنقص بعدين عندك ده للديبس أو للجين يكون كده هنا للديب أورغانس أو للديب إيميجين وهنا للسيبرفيسيال إيميجين ديله كده معناه أنت هنا في الديب أورغان هنا معناه سيبرفيسيال أورغان وهكذا والأخير أيوة الأخير السوبرفيشيال كله الحتات الفوق دي هاي كل السوبرفيشيال هذا السوبرفيشيال هذا الأخير هنا اللي هو الجين بتاع الجين بمعنى الكسب أو الوضوح الصورة يعني لنفرض إنه نحن عملنا إسكاني وطلعت لك الصورة وداير أنت تعمل مثلا ميجرمنت أول حاجة أهم حاجة لازم تعمل سيريز للصورة تريز الصورة عشان إيش؟ الصورة تثبتها ما الصورة هي متحركة. حلو. متحركة. ثبتها. وتثبتها قبل ما تزيح الترانسدوسر. نعم ثبتها بهذا زين. أيوة إذا أزحت الترانسدوسر الصورة هي بتختفي من هنا. برب إذا بعد. أيوة فطوالي أنت لما تدوس. سوي سيف. أنت بتثبتها وثابتة. لنفرض إنه أنا عندي صورة ثبتها وأنا عايز أعمل. حفظ. ميجرمنت. ده كاليبر بمعنى مجرمين قياسات مثلا انا عايز اقيس من هنا اخذ هنا تحدد انتر ايوه قياسات مثلا عنديها مثلا هنا ابسس مثلا او سيس دار اقيس من هنا يعني احدد على الجزء اللي ابغاه بس ايوه الحته اللي هو بيديك مقاساته مثلا من هنا الى هنا وادوس انتر شايف طلع لي كم دي 25 ايوه دي المسافه من هنا الى هنا واضح افرض ان المساحه دي فيها مثلا سيست او فيها حاجه كده سويلينج ظاهره بلاك مثلا او وايت داير تشوف الديستنس بتاعتها كم الدايمنشن بتاعتها فبهذه الطريقه كذلك نفس الحته انا عايز اعرفها من هنا مثلا من هنا انتر الى هنا انت خلي بالك هو دي تو طوالي بيجي هو ايوه للمقاسات فدائما يعني بيقدر بتحدد به انتو بتحدد به اورجان معين مقاساته كم بالذات في حالات الاوبسانجاين عشان يعملوا اسسمنت لراس الجنين هل ممكن يطلع بطريقه عاديه ولا عمليه قيصريه وكذلك لو في ورم بتاع مالجن يعني نسأل الله السلامه
ده يعني هل مثلا الدايمنشن بتاعته كم الثيكنس وهكذا يعني. ف كده انت عملت صوره او شغلت الجهاز دخلت البيشن داتا عملت سلكشن للترانسدوسر وعملت اسكاني عملت صوره عملت لها فريز وعملت كمجرمنت ايوه وداير تعمل برينت طوالي تدوس برينت وتدوس برينت كذلك في البرينتر يعني انت تدوس برينت مرتين ايوه حتى في البرينتر برضو انت ممكن تختار هل انت داير صوره كبيره ولا صغيره داير اثنين مثلا في نفس الصفحه داير واحده مثلا تكون واحده بالرايت او واحده بالليفت وهكذا يعني البرينتر ذاته هي كده ها ما ايه البرينتر انا يقول لي كده انت خلصت خالص من من شغلك داير تعمل الجهاز اوف لازم تعمل ايه اند اكزام ايوه انت دوست اند اكزام لا ما ضغط ايوه متى تدوس تدوس اند اكزام حتى ايه تعمل اوف ده كل الخطوات اللي هو انت هتعملها لحد ما تطلع الصوره واضح عمل اوف من هناك بعدين اند اكزام ايوه تعمل اوف من هنا من سوى اند اكزام بعدها اوكي اند اكزام كده انا بدي فتره وبعمل اوف ايوه لانه انا قلت له خلاص اند اكزام معناه انا خلصت من شغلي خلاص وعايز ايه اختفي الجهاز بعد طوالي كده هو حيطفي بس ده كله سهل الخطوات سهله جدا يعني اللي حتتبعها انت عشان تعمل صور ونحن لما نخلص من هسه الجزء ده هنعمل المساله دي براكتيكالي لكن في الجهاز اللي هناك يعني الجهاز الصغير يعني اي حد نخليه اي اثنين ممكن يعملوا بحث تعمل اسكان للاخر ايوه ان شاء الله ايوه تشوف الصوره بتصير كيف وكيف تعمل لها فريز